ولا لا؟ رفعوا البارود علي عشان يخفوني، صرت عيّة. ربط وضرب أبوي، ربطوا لقديه وعشرة هجموا عليه ضربوه بالبستار. شو سووا في عمامك؟ ضربوا عمي بالبارودة، كسر البرداي، صار يحكولنا سكر الشبابيك ويسب علينا. شو سووا كمان؟ كيف ضربوا عمو رمضان؟ ضربوا عمي بالبارودة. شو صار له؟ انطبش راسه من شقتين صار ينزل دم. هم شو سووا؟ كيف كانوا يصيحوا كل ما وقف شحر شو كانوا يحكولنا؟ لما نوقف صار يحكولنا قعدوا يصيحوا علينا ويسبسبوا بالعبري. ولما اجوا ياخذوا البلفون منا عشان ما كانوا ياخذوا البلفونات منا عشان ما نتصلش احنا وانك بالتلفون دوم مش نتنفس ولا مره. خفتي منهم انت؟ لا. ولا ما خفتيش؟ وين كنتي انت؟ كان عندنا بالغرفة الصغيرة. بالغرفة الصغيرة؟ مع مين؟ حشرونا. مع مين حشرونا؟ مع مين كنتي؟ حشرونا احنا كلنا. كم واحد كنا؟ أكثر من 20. أكثر من 20 واحد. أنا أخت الشهيد مهند الحلبي سكان سردة. هلأ هم اللي هود أش دخلوا على دارنا. إحنا كنا كل النسوان نايمين فوق والإزلام تحت. أجوا يحكوا لنا يلا أجوا اليهود بدنا ينزل تحت عشان نتصدى لهم إنه ما يدخلوش علينا. نزلنا كلنا تحت. أجوا ماما كانت تصور فيهم عشان إنه نفجر العالم كيف كانوا يسووا فينا. فهجموا كلياتهم كل الجيش علينا إنهم بدهم ياخذوا البلفون. وانا قعدت اصيح عليهم بحكي لهم يلا روحوا ارجعوا ما تقربوش علينا. اخر اشي راحوا حشرونا كلياتنا في الغرفة. احنا اكتر من 20 واحد، اولاد عمي واولاد خالي، وضربوا عمي وطبشوا له راسه وفتح راسه واخدوا عمي الثاني مسكوه من راسه واحنا نسحب فيه هم يسحبوا فيه. بعدها قعدنا نضرب في اليهود عشان انه قعد يسبسبوا علينا ويمسكوا فينا ويطلعوا علينا كيف يعني زي كنا احنا قتيل اشي يعني هيك بدهم يخاف منا ايش. وانه احنا قعدنا نطلع عليهم نحكي الله اكبر نحكي لا اله الا الله ويطلع علينا ويصح علينا. كانت هم طولوا قنبلة غاز يحطوها في الغرفة الصغيرة عشان ننخنق. فاحنا اخر اشي قعدنا نصيح عليهم فحشر عمي لحاله واغمى عليه. بعدها ربطوه بعدها انسحبوا راح. كيف هم كانوا لما كانوا يحكوا معنا؟ كانوا يسبسبوا في العبري. كانوا خايفين ولا كانوا كيف؟ وكانوا يرجوا نطلع عليهم نشحر فيهم يلفوا وجههم وطملوا راسهم وحطوا في الارض. وشو سووا عشان كيف جابونا انينة المي؟ شو سووا؟ اعطيت 6 انينة مي. هلأ هم مسكوها انه هم اعطوني اياها عشان اعطيها اياها وبدهم يشربوها. قال وصورونا انهم هم المناح واعطونا مي وانهم يعني انهم احسن منا. ولما شو اسمه اخذ عمي ست بتحكي لهم ابني هاد ما تاخذوهوش. بحكوا لها ابنك روح شوف ابنك ابنك شو سوى في اليهود عنا. شو حكوا لما حكوا لنا كل ما بتقتلوا منا رح نقتل منكم زي ما بتقتلوا منا رح نقتل منكم؟ قاعد يحكوا لنا احنا رح نقتل منكم زي ما قتلتوا منا. وصاروا يهددونا ويحكوا بالعبر. احنا مش فاهمين اشي يعني طبعا. وهم بمسخروا وبيحكوا علينا وبتطلعوا البنات بنظرات يعني وقحة.